انت دماغك راحت لبعيد قوي، انا ما بفكرش خالص في اللي انت بتتكلمي فيه دلوقتي. ولو فكرتي انا حذرتك كتير وهفضل احذرك، ولو ما سمعتيش الكلام انا همنعك. فاهمه يعني ايه همنعك يا كارمن؟ لاني مش ممكن اسيبك ابدا تاذي نفسك، فاهمه؟ مش هسيبك تاذي نفسك. انتي عمري كله عشان خاطري، انسي كل اللي فات، بصي قدام بس. انا مش فاهمه هي واخده في نفسها قلم كده ليه؟ هي فاكره اننا يعني ما نعرفش نشتغل من غيرها؟ طب على فكره بقى، انا اقدر ارسم لكم خطه ما تخرش المايه للعمليه دي. بأمرت ايه يا امي؟ بأمرت عمليه اسكندريه اللي عملتيها من ورانا واتقفشتي، ولولا ان انا اتدخلت كان زمانك مرميه في السجن من غير كلام كتير. احنا اللي بيميزنا ان كل واحد فينا عنده نقطة قوة مش موجودة عند التاني، فياريت كل واحد يلتزم بالحاجة اللي يعرف يعملها وبس. انا محتاجة يومين اقلب العملية في دماغي وبعدين اقول لكم على اللي نعمله. سلام. سلام يا قلبي. باي.